السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دكتور، هناك من يقول ان قشور البرتقال اذا ما احرقت وطحنت يعني كيبراو فيها الجروح او كيلتئموا الجروح يعني كتشافي بزاف ديال الامراض الجلديه، هذا صحيح؟ نعم اكيد، انا قلت بانها فيها هذوك ليزيسونس، فيها واحد مواد طياره لا تحرقات واش تحرق؟ لا بلا ما تحرق عليا، ملي الاشياء كلها اللي كتحرق كتولي دواء. الرماد والناس اي الرماد كانوا كيديروه الناس على الجرح ماشي، وكانوا كيعالجوا به حدا المياه. فهاد ولو تعملت هاد القشور الليمون، ولو دارت طازجه، ولو تعملت على الجرح غير هي غتحرق، ما غاديش تقدر على الناس غتحرقهم، لان هذيك الزيوت الطياره هذه اللي غتحرقهم صح؟ كدير وهي ألم. نعم هي تنظف جيدا. فمن جمله الاشياء هذا البرتقال، من جملة الأشياء يعني نستفيد من اللي ما يكونش سؤال، نعطي معلومات للناس يعني نزيدوا نعمروا هذا المزيد باش يكون داك الشيء إن شاء الله متكامل، الكمال الكمال لله سبحانه وتعالى، أشياء دائما ناقصة، البشر دائما ناقص. فشوف البرتقال الخصائص ديالو معروفة، أنه غسل الجهاز الهضمي، تنشيط الخلايا الدماغية والقلب والشرايين والدم، غسل الدم، لأن علاش؟ لأن اللون البرتقالي يمتاز بهذه القضية ديال در الدم في الخلايا، كيدوز واحد الفلو، واحد الكميه ديال الدم كبيره في الخلايا، كميه الضخ. نعم سرعه الضخ ملي كيوصل الدم للخلايا كتكون الخليه نشيطه، ملي ما كيوصلش للدم كيوقع لاسفيكسي اللي كتسمى الاختناق. هذه فالبرتقال اكثر من ذلك يساعد. ان المراه الحامل تاكل برتقال لانه جيد للجنين وكيدوز الاكسجين للجنين، المراه المرضع تاكل برتقال لانه يدر الحليب، لان الخلايا ديال الثدي إذا كانت المرأة البرتقال بكثرة كذا. ونعطيك واحد الآن واحد ممارسة، أن هذيك القشور في الصناعة ديال المعامل اللي كتصنع العصير، عندنا في تالودانت، عندنا في قنيطرة، عندنا في الدار البيضاء، هذه المعامل اللي كتصنع العصير ديال البرتقال، هذيك البقايا ديال البرتقال كيجفوها كيعطيوها الأبقار الحلوبة، الأبقار الحلوبة كيزيد الإنتاج ديال الحليب عند هذه الأبقار الحلوبة هذه. يعني الهدي، واظن ان حتى النساء ممكن يستفدوا من البرتقال، لانهم لاكلوا برتقال ماشي العصير، ياكلوا البرتقال كله، ان هذه المراه المرضع غادي يزيد الحليب في الثدي ديالها ان شاء الله تعالى. انه كذلك الاطفال الصغار، وحافظ للاطفال الصغار من السعال ومن الاصابه بالبرد وما الى ذلك، ولذلك الاطفال الصغار كيفضلوا الامهات يعطيهم فواكه اخرى بحال البنان والتفاح والمسائل هذاك الشيء، وبالعكس وخاصة تعطي ليمونه برتقاله. هي غير شوف، حنا مثلا ملي كتمرض بالزكام تيقول لك شرب ليمون عصير. نعم اكيد. فبالنسبه لاصحاب السكري، ان عصير البرتقال ما كيضرهمش بحال الفواكه الاخرى، ولكن ما يكونش افراط في تناول البرتقال، يمكن ياخذوا ليمونه. من الاحسن ياكلوا البرتقال كله، لان اصحاب السكر خلاهم خصم الياف خشبيه. وحمض السيتريك هو حمض، طبعا حمض السيتريك هو ما كيحتاج لا انسولين لا والو، هو ليس سكر، وحمض السيتريك جيد لهاد الناس ديال هادو المصابين بالسكري، ولكن هما عليهم كيف ما كان الحال ملي كياخذوا العصير كياخذوا سكر زايد وما كياخذوش الالياف الخشبيه، ملي كياكلوا الليمون كياكلوا الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده، وكياكلوا شويه هذاك السكر، شويه سكر، طبعا ما غاديينش ياكلوا بزاف لانهم غادي هذو اللي عندهم السكري ما ياكلوش بزاف، ولكن مع ذلك الاشخاص اللي عندهم سكر طالع كثير، اللي عندهم جوج ونص وثلاثه، يحاولوا ما امكن ما يكثروش من الاشياء الحلوه بما في ذلك البرتقال. ولكن اللي معروف في الطب غالبيه الناس اللي عندهم سكري كيشربوا البرتقال، ماشي يشربوا، ياكلوا البرتقال. غير باش نوضح من الاحسن ياكلوا البرتقال، ما يشربوش العصير، ياكلوا البرتقال. صاحب السكري يتناول برتقاله ولا برتقالتين، ثلاث برتقالات في اليوم، اربعه، ما كاينش مشكل ياكلهم. علاش؟ لان هذيك الالياف الخشبيه مع المضادات للاكسده والليمونين اللي كاينين في البرتقال هما كيخليوا الدم يكون احسن يجرى، ملي كيكون الدم جاري عند اصحاب السكري ما يكونش مشكل. ولكن ملي كياكلوا اشياء كتخن الدم، تعقد الدم بحال اللحوم بحال هادشي، تما كيكون مشكل. هذا هو هذا هو اللي كاين. اما النبات، انما النبات كله لا يضر اصحاب السكري الا الاشياء الحلوه بحال العنب، بحال الاشياء اللي تكلمنا على التمر وما الى ذلك، ربما تضر هذو اصحاب السكري. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الضغط دكتور، واش ياخذوا طبعا؟ نعم جيد، نعم جيد، نعم جيد. من الاشياء اللي كتدخل في يعني ارتفاع الضغط، ترشيح دم هذه باش يجرى الدم ويدور مزيان وتنشيط الدوره الدمويه، البرتقال يدخل في هذه الاشياء بثلاث مكونات. المكون الاول هو البيكتات، هذوك الالياف الخشبيه. علاش؟ لان كتخلي الكوليسترول ينقص، يعني الالياف هي اللي كتنقص الكوليسترول، هذه معروف.
ثانيا بالأملاح المعدنية الأحادية اللي من البوتاسيوم. الشيء الثالث اللي منه حمض سيتريك والذي الأحماض هي جيدة لأنها كتدخل في التنشيط هذه الأعضاء مثل الكبد والطحال وهذا هذه الأشياء. رابعا فيتامين سي، مكون فيتامين سي والليمونين اللي هي مضادات للأكسدة، والمضادات للأكسدة هي اللي كتخلي هذا الدورة الدمية الدور بشكل، وهي طبعا هي الحافظة للقلب. هذه الأشياء. إذا يعني شنو هي النصائح اللي تعطي المستمعين من خلال يعني دراسات على البرتقال؟ باش كيفاش غنستافدوا منه؟ الاستفادة من البرتقال هي تناول البرتقال وليس عصير البرتقال. تناول كي يبغي العصير، يبغى العصير ياكل العصير ما كاينش مشكل، انما غادي ياكل سكر. ولكن انت يعني كتنصحنا ناخذوا البرتقاله باكملها؟ لا، لاننا في العصر الحالي، في العصر الحالي نحن محتاجين للمضادات من غير السعرات الحراريه، ما باغينش السعرات الحراريه في العصر اللي بقى عفا عنه الظهر. الان نحن نتكلم عن المواد القويه في النبات وهما المضادات للاكسده والاملاح المعدنيه والالياف الخشبيه، هذه هي المهمه، والفيتوستروجينات يعني هذه الهرمونات النباتيه، هذو الفيتوستروجينات. فيتناول البرتقاله يعني ياخذ حتى 10 البرتقالات ويمشي مع هذا تناول البرتقال في اليوم من الصباح، وما هذا يمشي بتناول البرتقال ما كاينش في اي وقت، في اي وقت يتناول البرتقال في اي وقت، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للنساء، بالنسبه لحد الشيوخ، بالنسبه للمرضى ما كاينش مشكل، غير صحاب السكري شويه تحفظوا اللي عنده قرحه المعده يتحفظ شويه. ولكن كاين اللي بعد كيعاني من بعض الناس كيعانيوا من الغازات، كيقول لك بان اللي ممكن يدير الغاز على العلم انه طارد الغاز. بالعكس، هو ما خصوش يشرب عصير، هذا اللي عنده الغازات خصو ياكل ليمون، لان ليبيكتات هادو الحمض البيكتيك وهاد الالياف الخشبيه الدائبه هذه هي تزود بكتيريا القولون، هي اللي كتطرد الغازات. الغازات ما كيسببهمش الليمون، الغازات كتسببهم الحلويات وكتسبب المواد الصناعيه والاكل السريع هو اللي كيسبب غازات. اما الاشياء الطبيعيه اللي يمكن كاين اللي كيقول لك القطاني تدير له غاز، البطاطا القصبيه دير له غاز، البطاطا الحلوه دير له غاز، هذا خطا. كاين اللي مركز في الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هو اللي مريض ولي عيان. اما ليس هناك خلل في خلق الله سبحانه وتعالى عشان يعظ الله، لانه يقول وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليه الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. يعني ماشي زوجين بهيج، حتى الزينه في الطبيعه والمسائل هذه هي الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بجماليه القران.